معانا الفرحه بقى الكبرى في الملعب، ومعانا المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الف الف مبروك يا باشمهندس. الف الف مبروك على كل المصريين وكل الاهلاويه بصفه خاصه، انجاز كبير. النادي الاهلي يستحق، الجمهور العظيم ده يستحق، الناس اللي قابلتنا بالحفاوه دي تستحق، صحيح، شعب مصر يستحق. صحيح. النادي الاهلي يكون هو اللي بيرسم البسمه وبيرسم الفرحه على يعني وشوش كل المصريين، وربنا كرمنا كرم كبير، لان معانا رجاله، معانا لعيبه على اعلى مستوى، معانا لعيبه فعلا يعني عايزه ازاي تسعد جمهورها، ومعانا رئيس نادي ايقونه الكره الافريقيه، معانا بعثه محترمه، كل الناس بتعمل شغلها على اعلى مستوى، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيكلل هذا المجهود يعني انجاز تستحقه، ويمكن كنا نستحق اكثر من كده كمان، بس الحمد لله على كل شيء، واللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء يا كابتن ايمن. واللعيبه كمان عملت مجهود جبار يا كابتن يا باشمهندس في الثلاث ماتشات بصراحه. اللعيبه يعني بصراحه رجاله رجاله رجاله، الناس عايزه يعني عايزين يصطوا اسمهم في تاريخ انجازات النادي الاهلي، الناس كلها بتفكر ازاي انها يعني تسعد جمهورها. يا جماعه الجمهور ده عظيم، من صنع النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي الذي يستحق كل هذه الانجازات ويستحق كل الفرحه دي، فربنا يا رب يكرمنا ويبقى دايما كده عند حسن ظن الجميع، ويبقى دايما النادي الاهلي نسره عالي، ويبقى دايما جمهورنا مبسوط وشعب مصر مبسوط بينا، ودايما نشرف مش بس مصر، نشرف افريقيا كمان يا كابتن. يا رب ان شاء الله. قول لي احساسك ساعه ضربات الجزاء ما كانت بتتلعب، اوصف لي شعورك. لا بص انا كنت بموت يعني، ما قدرتش اتفرج على يعني احنا صوتنا راح هنا، عارف هنا كل صوتنا يعني راح صراحه، كانت الدنيا يعني كنت عارف تروح وتيجي وتروح وتيجي كده، ما كنتش ببص حتى على، ما كنت قادر الحقيقه. امتى قلقت؟ امتى قلقت؟ قلقت امتى بالظبط؟ لا قلقت بعد الكوره بتاعت مروان محسن اللي جت، صحيح، عارف قلت يا نهار اسود كان يكون يعني في مش هبقى لسه، لكن الحمد لله رب كريم، ربنا عارف قد ايه الناس دي تعبت، وعارف قد ايه الرجاله اللي معانا دي كلها تعبت، وعارف قد ايه شعب مصر عايز ينبسط، وعارف قد ايه جمهور النادي الاهلي يستحق هذه الفرحه. حقيقي يعني انتوا راجعين بالسلامه بكره ان شاء الله يا باشمهندس؟ ان شاء الله بكره ان شاء الله باذن الله تعالى الطياره تطلع من هنا الساعه 12 الظهر. توصل امتى؟ باذن الله نكون في مصر على الساعه 2:30 بالكثير باذن الله رب العالمين، توصلوا بالسلامه، والف مليون مبروك يا باشمهندس. ربنا يخليك يا ايمن، وسلم لي كتير، انا عارف معاك شريف ومعاك هاني ومعاك مش فاكر علاء، علاء ميهوب وعادل عبد الرحمن. علاء ميهوب؟ حبيبي. تخيل انا خالد. كلهم بيباركوا لك يا خالد، كل سنه وانتم طيبين جميعا يا رب كده، وان شاء الله الف مبروك. الف مبروك ان شاء الله نبقى نحقق انجاز كبير. شكرا. العفو. الف الف مبروك.